نجاح كبير حققه مسلسل ضربة معلم للفنان محمد رجب من بداية عرضه، وبيشارك رجب البطولة رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، سلوى عثمان، وإنعام سلوسة، وعدد من الوجوه الجديدة، وهو من إخراج إسماعيل فاروق. كاميرا لايت شو التقت بمؤلف العمل أحمد عبد الفتاح اللي كلمنا عن النجاح الكبير اللي حققه المسلسل، وطبعا عن أعماله الجديدة الفترة اللي جاية. يا رب ترزق المال ما يتعد وقصر في الجنة ما يتهد. السيناريو والحوار والقصة، كل دي عناصر بتعتبر كلمة السر في نجاح أي عمل فني. وفي مصر في عندنا كتاب قليلين جداً هما اللي معاهم حل شفرة الجمهور، ومن الكتاب دول السيناريست أحمد عبد الفتاح، واللي قدم أعمال كتير مهمة، وكان آخرها ضربة معلم اللي قام ببطولته محمد رجب وحقق رد فعل كبير جداً. انت فاكرها سايبة؟ أيوة سايبة. ما يصحش كده، أنا مطول بال عليك. كاميرا لايت شو قابلت أحمد عبد الفتاح وكلمنا عن التجربة دي. المسلسل ده تاني تجربة ليا مع الأستاذ إسماعيل فاروق والأستاذ محمد رجب، وكنا وإحنا لما خلصنا الأخ الكبير الحمد لله وحقق لنا نجاح كويس قوي، ابتدينا نفكر إيه اللي ممكن نعمله بعد كده. مدة 20 حلقة مفيش حاجة اسمها قصة حب ولا أي حاجة، أنت بتلعب عن دور أم وابنها، الأم أو الأب أو أي حد من الوالدين لما بيكبر وبيصاب بداء النسيان مثلا أو حاجة. إحنا وإحنا صغيرين كانوا هما بيصبروا علينا كتير في مشاكل كتير بنعملها، بس احنا ما بنصبرش عليهم لما بيكبروا. هو المسج اللي هو ازاي تصبر عليهم وازاي تبقى مراعيهم. من اصعب المشاهد كانت مشاهد نسيان الام وهو تعامله معاها. معقوله يا ام لسه لغايه دلوقتي مشغوله بيا وانا قدامي غيرك؟ ربنا يخليك ليا يا ام. محمد رجب ما عملش التيمه الشعبيه نهائي الا في الاخ الكبير وضربه معلم. الاخ الكبير كانت حاله شخصيه متورطه في جريمه وبتهرب طول الوقت، ضربه معلم شخصيه بتبدا من الصفر لحد ما توصل للقمه. الرجوله مش ان ياخد حقه في الضلمه وبيدا غيره بيجرز العيال. وعن عرض العمل خارج الموسم الرمضاني قال استاذ تامر مرسي واستاذ حسام شوقي كان عندهم وجهه نظر ان هم عايزين يعملوا سوق موازي لرمضان، لان كان شهر رمضان كان بيكتظ جدا بعدد كبير قوي المسلسلات بتتظلم. اسم الله عليكي، انا كنت معزوم في فرح بنت الحاج شردي، قوم لقيت نفسي ايه؟ قولي ايه؟ ايه؟ لقيت نفسي عريس. كمان اتكلمنا معاه عن مسلسله الجديد ظهر راجل، والمقرر عرضه في شهر رمضان اللي جاي، وهيكون من بطولة ياسر جلال. اول تجربة ليا مع الاستاذ ياسر جلال، وانا من عندكم هنا بقول له انا مبسوط فرحان بيه جدا، لان الاستاذ ياسر من نوعية الناس النجوم المجتهدة بشكل غير عادي. الأستاذ أحمد صالح طبعا مخرج عظيم ومخرج كبير قوي، ودي تالت تجربة ليا مع الأستاذ أحمد صالح بعد بحر وليالينا. نلعب على منطقة علاقة الأب بيبقى عامل إزاي في المناطق الشعبية. الأب دوت دوره كظهر وسند لبناته ولولاده. هي جوزها فين؟ أول ما حملت سافر وسابها لي. لا يا أختي سابها لي أنا، سابها لي أنا. أدعو يا عم. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.